في المدرسة كان أستاذ التاريخ سيف يقول دائما أن المحتل مهما بلغت قوته فهو ضعيف. بالطبع لم نكن نصدق ذلك، ولكن عندما احتلت بلادنا عرفت أن أستاذ التاريخ ربما كان على حق. وإلا لماذا يبحث المحتل دائما عن غطاء يستر وجهه القبيح به؟ فنحن وهو والعالم نعرف أنه محتل غاصب لأنه الأقوى، وإن لم يكن كذلك لما كان محتلا. فلماذا يحتاج القوي وهو صاحب السلاح والقرار والسلطة لصفة شرعية للبقاء؟ اليوم تحتل سوريا عدة دول تسلب قرارنا وتنهب ثرواتنا. هذه الدول تبحث كلها عن غطاء شرعي يبقيها، رغم أن الشعب السوري أصبح ضعيفاً مشتتاً لا حول له ولا قوة. وأكثر ما يضحكني من المحتلين هي روسيا. تخيلوا أن روسيا الاتحادية صاحبة النفوذ الأكبر تسعى لكتابة عقد إيجار لموقع صغير من بلد تحتله. فالدول القوية تحاول السيطرة على مواقع هامة تضمن لها التحكم بالطرق والممرات البحرية للحفاظ على مصالحها بطريقة بعيدة عن صورة الاحتلال التقليدي تحت مسمى استئجار طويل الأمد، وذلك لتشريع الاحتلال أمام المجتمع الدولي. فالاحتلال المباشر يخلق مقاومة ويضعف موقف المحتل. وبالتأكيد الدولة المستأجرة دولة قوية اقتصاديا وعسكريا، والدولة المؤجرة تكون دولة ضعيفة ومسلوبة الإرادة. ولكن من هم أول من سن هذا النوع من الاحتلال؟ بالتأكيد إنها بريطانيا، إذ استأجرت جزيرة قبرص بعد مؤتمر برلين عام 1878 أيام انهيار الدولة العثمانية. وبعد ذلك أصبح هذا النوع من الاحتلال موضة العصر، وخاصة استئجار مواقع في عمق البلاد العربية من أعدائها كإيران وإسرائيل. أين توجد إسرائيل اليوم؟ توجد في عمق الخليج العربي وفي البحر الأحمر بالتحديد. هناك استأجرت جزر أرخبيل دهلك في إريتريا وبنت أبراج مراقبة ذات مدى بعيد كي تشرف على حركة الملاحة البحرية في العمق العربي. وفي عام 2009 استأجرت إيران جزيرتي فاطمة ونهلق في البحر الأحمر أيضا لأغراض عسكرية لتدريب ميليشيات بالقرب من اليمن. أما الإمارات فهي الدولة العربية الوحيدة التي كانت حاضرة وبقوة في سوق استئجار الجزر الاستراتيجية والموانئ الهامة والمطارات في الخليج. استأجرت موانئ شمال الصومال ومطار عصب الإريتيري وميناءه أيضا لمدة 30 عاما. أما الصفقة الكبرى فتتمثل باستئجار جزيرة سقطرة، وهي إحدى أهم الجزر اليمنية، استأجرتها لمدة 99 عاما من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وآخر حركات سوق الإيجار الدولي كان في سوريا. استأجرت روسيا ميناء طرطوس السوري من نظام الأسد مدة 49 عاما، ومن وراء الكواليس يكتب عقد إيجار مطار دمشق الدولي ومطار القامش لشمال شرق سوريا لمدة 49 عاما لروسيا أيضا. وفي الأيام القليلة الماضية عرض بشار الأسد على الصين مشاريع استثمار في بلدي وبيع موانئ وربما مطارات وأراضي ليبقى في الحكم. ولكن مهما يكن من يحتلنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سنبقى نقاوم لنستعيد أرضنا، ولن يضيع حق وراءه مطالب. والسلام.